إدريس فادحي سن 33 سنة قبلي طلع عندي جوج بنيات ودري الحمد لله. المهم الهواية ديالي الدراجة الهوائية. قبل الدراجة الهوائية كانت عندي هواية كرة القدم. ما كنلقاش فيه راحتي، ما راك عارفين، ما كتناقش مع الدراري صحاب. المهم شديت هذه الهواية ديال الدراجة الهوائية. التجربة الثالثة هي اللي كانت في 40 يوم الشمال من بالفعل لطنجة الشمال الطريق الساحلية. دزت على اكادير، الصويره، المهم الصويره سيدي سميتو اسفي الجديده، الدار البيضاء ضروري، حيت هاد الرياضه كتاخذ لك الوقت. بغيتي تكتشف مناطق في المغرب خصك الوقت، كخصك الماتريان وخصك المهم التشجيعات. المهم بعض الخطرات كدوز شي واحد كيحكر هاك كيشوف فيك، والناس اللي دايزين على الطوموبيل ديالهم والكاميوات وسميتها ما كيحترموش حتى، ما كاين اللي كيحترمك كاين اللي ما كيحترمكش، كاين اللي كيشوفوا واحد النظره ناقصه عرفتي. ولكن الحمد لله داك الشيء كي المهم احنا الثقافه ديال الدراجه بغينا ان شاء الله غتزيد ان شاء الله غتزيد لقدام، وهذه كنحس بها، وهذه هذا الشيء غتجي واحد الجيل ان شاء الله بحال الحلم ديالنا ان شاء الله نمشي راه نمشي بها لمكه ان شاء الله انا والاخر. الاخر سميتو بغا نبريباريو ليها واحد عامين ان شاء الله غنشدو الطريق ان شاء الله للمكه المكرمه ان شاء الله الا بغى الله. ان شاء الله عبر موريتانيا، وراك عارف المهم مالي وذاك، ولكن الحمد لله غنوجهو ليها وغنسول الدراري اللي عندهم تجربه في هذا المجال. مشاو ليها الدراري، وكاينين الدراري حاليا كاينين في جنوب افريقيا وكاينين في السعوديه، صحابنا ني الدراري صحابنا كاينين في السعوديه كاينين في جنوب افريقيا بالدراجه الهوائيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.